اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، وابداها بالعناوين. ماذا وراء التمرد الجديد في سقطرى؟ انتقادات للسعوديه ودعوات لمساءله الشرعيه بعد احداث سقطرى. ومن اخبارنا المنوعه الاعلان عن وفاه اشهر ديك في فرنسا. أهلا بكم. ركزت المواقع الإخبارية على سيطرة ميليشيا الانتقالي على جزيرة سقطرى، ونطالع من الموقع بوست. سيطرة الانتقالي على سقطرى فضح للدور المشبوه للسعودية في اليمن. وقال الموقع إن محافظة أرخبيل سقطرى سقطت بيد ميليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات بعد أشهر من التوتر هناك والصدام المباشر بينها وبين قوات الجيش الوطني. وسيطرت ميليشيات الانتقالي على مبنى مديرية أمن حديبو عاصمة سقطرى، كما تعرضت المحافظة للقصف العشوائي من قبل ميليشيات الانتقالي. وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من توقيع اتفاق بين القوات الحكومية وميليشيات الانتقالي هدف لتطبيع الأوضاع الأمنية في الجزيرة، وتضمن بنودا عدة هي إعادة جميع الآليات والعربات العسكرية إلى مقراتها، ومنع خروج السلاح والعربات خارج الوحدات العسكرية إلا بعد التنسيق مع التحالف. يضيف التقرير: الاتفاق كالعادة لم يصمت كما هو شأن الوساطات التي تقوم بها السعودية في الأرخبيل والتي انتهت بسقوط سقطرى. اتهم شيخ مشايخ سقطرى عيسى السقطري السعودية مؤخرا بالتمهيد لميليشيات الانتقالي لاقتحام مدينة حديبو عاصمة الأرخبيل، موضحا في تصريحات صحفية أن هناك تبادل أدوار بين السعودية والإمارات بالتآمر على الجزيرة. من جانبه يقول موقع المصدر أونلاين إن الإمارات ترغب في تثبيت نفوذ حلفائها بشكل كامل لضمان التخلص من أي عراقيل عسكرية أو قانونية مستقبلا من السلطات التابعة للحكومة الشرعية، فيما إذا نجحت محاولة إخراج القوات الحكومية من الجزيرة. وتساءل الموقع: ما وراء التمرد الجديد في سقطرى؟ تحسين شروط وتخفيف ضغط أم أبعد من ذلك؟ وقال الموقع إن خطوة الانتقالي تشير في هذا التوقيت إلى محاولاته تحسين موقفه السياسي قبيل أي حلول سياسية لإعادة إحياء اتفاق الرياض عبر ضم سقطرى إلى مناطق سيطرته وتعويض تراجعه في حضرموت وشبوة وأبين. التركيز بدرجة رئيسية كان على سقطرى التي تلقت فيها قواته دفعات معنوية كبيرة بعد انشقاق قادة وكتائب عسكرية في اللواء الأول مشا بحري عن القوات الحكومية وانضمامهم إلى قوات المجلس المدعوم من الإمارات. سقطرى وباب المندب وعدن، ثلاثية المجال الحيوي اليمني الحساس على أو كل ذلك تحت التهديد، وفقا لمحمد المقبلي الذي كتب عن ما حدث في جزيرة سقطرى وأضاف في مقاله المنشور في المصدر أونلاين. يعتقدون أن الحكم في اليمن من خلال ميليشيا تتبع الممول سيكون أمرا يسيرا ومربحا، من خلاله يتم السطو على المجال الحيوي اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية وإبقاء الإمامة الهاشمية حاكمة في المرتفعات المسلحة لكي تظل عاملا يتم الابتزاز بها، كما حدث في الساحل الغربي عندما تم تحرير الشريط الساحلي، بينما ظلت الميليشيا متمركزة في الجبال لغرض الابتزاز ذاته. هذه الحسابات ستكون نسخة مكررة لحسابات العراق تماما إن لم تحدث معادلة سياسية وشعبية يمنية جمهورية. غزوة الحاويات وما تلاها من تسليم السلطة المحلية في جزيرة سقطرى لعناصر الميليشيا التابعة للإمارات وكسر سلطة الدولة هناك ليس بالأمر الاعتيادي تقريبا، فقد دفع قطاعات شعبية واسعة إلى الفقدان النهائي للثقة بالسعودية. وعلى طريقة مقولة لصحفي أمريكي أن الرأي العام مثل الضغط الجوي لا يرى لكنه يضرب بقوة 14 بوصة. الفصل بالغ الألم والتأثير هو فصل استعارة شرعية تحويلها لاسم مستعار للتحالف، ولم تعد البيانات والتخاطب على طريقة صائب عريقات عندما كان يحمل المجتمع الدولي المسؤولية بحسب أيمن نبيل أمر مجد. بالنسبة لمرحلة حساسة كالتي تمر بها اليمن، حتى صوت أبو مازن أكثر ارتفاعا من صوت أبو جلال الذي يدخل الآن وقبل الآن إلى مساحة مظلمة من التاريخ لن يدفع فيها الثمن وحده بل أحفاد أحفاده.
أن جعل الدولة اليمنية وشرعيتها اسماً مستعاراً لتقويض ما تبقى من الذات اليمنية الاتحادية. هذا التقويض بلغ ذروته في احتلال جزيرة سقطرى من قبل الميليشيا التي تعمل بالوكالة للإمارات، وحساسية سقطرى تكمن في كون الإمارات تحاول جعلها منشطاً يستر عجزها عن استعادة جزرها المحتلة من قبل إيران، وهي من وقت مبكر تضع عينها على واحدة من أهم الجزر في كوكب الأرض. ما حدث في سقطرى تناولته الصحف العربية من زوايا مختلفة، حيث ركزت صحيفة العربية الجديد على موقف الحكومة التي تفقد أجزاء أو من التي تفقد أجزاء من مساحتها، وعنونت الصحيفة انتقادات للسعودية ودعوات لمساءلة الشرعية بعد أحداث سقطرى اليمنية. وتمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا من السيطرة على مقر محافظة سقطرى كثاني موقع يتم إسقاطه بأيدي الانفصاليين بعد مقر إدارة شرطة الجزيرة. الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اعتبرت الاجتياح الذي نفذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على عاصمة أرخبيل سقطرى أنه اعتداء غاشم وانقلاب واضح على السلطة الشرعية، ودعت السعودية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل والجاد لوقف ما وصفته بالصلف الذي تقوم به قيادات الانتقالي. وشددت الحكومة على أن إصرار العناصر المتمردة لما يسمى بالمجلس الانتقالي على إدخال سقطرى إحدى أكثر مناطق العالم أمانا في الفوضى لن يكتب له النجاح، وسترتد هذه المؤامرة على نحر من افتعلها أو تورط فيها سواء بالدعم المباشر أو غير المباشر، في إشارة إلى الإمارات التي تدعم القوات الانفصالية. صحيفة القدس العربي ركزت على الموضوع ذاته، حيث عنونت اتهامات للسعودية بالتواطؤ مع ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا لاحتلال سقطرى. واتهمت مصادر سياسية يمنية المملكة العربية السعودية بالتواطؤ الواضح مع ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات لاحتلال جزيرة سقطرى، بعد أن كانت القوات السعودية تعهدت بحماية حديبو إلا أنها انسحبت فجأة من مداخل المدينة وتركتها فريسة سهلة لميليشيات الانتقالية الجنوبي. قالت القدس العربي إن اللعبة انكشفت من قبل السعودية في جزيرة سقطرى، حيث ظلت طوال الفترة الماضية تناور بشأن حمايتها وتمنع القوات الحكومية من القيام بواجبها في حماية الجزيرة بحجة أنه تم تكليف القوات السعودية بحمايتها تفاديا لانفجار الوضع عسكريا، حيث تدخلت كوسيط بين القوات الحكومية وميليشيا الانتقالي الجنوبي. ما حدث في الصومال منذ سياد بري يدونه عبد الوهاب محمد عثمان في مقال تنشره بالقيس، وفيه يظهر كيف تؤثر قرارات شخص واحد في حياة الملايين وكيف يدفعون الثمن. وقال الكاتب: عندما قامت الثورة ضد الرئيس الصومالي سياد بري عام 1991، ذهب نخبة من السياسيين والأشياخ إلى بري وعرضوا عليه تسليم السلطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هيبة الدولة ومستقبل المجتمع الصومالي وإنشاء حكومة ديمقراطية يشارك فيها كل الأطراف والجبهات المقاتلة حينها. لم يكن الرئيس بطبيعة الحال يفكر بشكل صحيح، وأعتقد أن فرصته في البقاء على الكرسي أكبر من أي فرصة أخرى. رفض طرحهم وتمسك بقشته حتى انهارت البلاد، الانهيار الذي تعرفونه. ماذا لو فكر سياد بري يومها بشكل صحيح؟ ماذا لو تشكلت حكومة ديمقراطية يشترك فيها جميع الأطراف وتستقر البلاد؟ السؤال هو: هل كنت سأكتب هذا الكلام الذي أكتبه الآن؟ هل كنت سأفكر اليوم على هذا النحو؟ هل كنت سأصبح هذا الإنسان الذي أنا عليه اليوم؟ أنا الآن أعتقد أنني أفكر بشكل صحيح بناء على الشخص الذي أصبحت عليه في ظل الظروف التي عشت فيها. ربما كان بري يشعر تماماً مثل ما أشعر به اليوم. ماذا لو كنت أفكر بشكل مختلف بناء على الشخص الذي سأكون عليه لو لم يعبث بنا ذلك الرجل؟ هل كنت سأعتقد بأنني أفكر بشكل صحيح؟ ربما كنت سأكون موظفاً في وزارة البترول، ربما، أو ربما موظفاً في وزارة التربية والتعليم،
ربما لم أكن لأجد فرصة في أن أطرح على نفسي أسئلة حول مشكلة التعليم النظامي في الأساس، أو فراشاً في شركة خاصة من شركات البلد، أو ربما نجاراً، أو لعلني كنت سأفتتح شركة سياحية أستقبل فيها السياح والذهاب بهم إلى رحلات سفاري. في عام 2009 وفي ظل بعض الأحداث التي حدثت في كينيا بسبب نشاط حركة الشباب، قامت السلطات الكينية بعمليات اعتقال واسعة النطاق في المناطق التي يسكنها الصوماليون في نيروبي. كنت واحداً ممن اعتقل في تلك الليالي، وأتذكر جيداً أننا تجاذبنا أطراف الحديث في المخفر وألقينا اللوم كله على سياد بري. أريد أن أشير إلى أن رجلاً واحداً أثر بشكل جذري على حياتي الشخصية وعلى حياة ملايين الأشخاص، ليس مجرد تأثير على جوانب سطحية، لقد أطر الرجل تفكير مجتمع بأكمله. موقع الجزيرة نت يتساءل بخصوص الجائحة التي تتصدر الأخبار منذ أشهر، وعنوان الموقع قلق العودة، كيف سيكون شكل الحياة بعد كورونا؟ وقال الموقع: العودة إلى الحياة ليست بالسهولة التي تبدو عليها، وتغير المعايير الطبيعية للحياة بعد أزمة كورونا سيظل عائقا يؤرق الكثير. وأضاف الموقع: من الطبيعي جدا أن نشعر بالقلق تجاه العودة إلى الحياة، لكن الحل يكمن في كيفية التحكم بهذا الشعور والسيطرة عليه. تقول معالجة نفسية تحدثت للموقع: قلق العودة يجسد الخوف من المجهول ومن فقدان هذه الفترة من الأمان التي خلقها الحجر الإلزامي داخل منازلنا. يقف المئات في طوابير في انتظار إجراء الاختبار الطبي للكشف عن إصابتهم بالفيروس، بينما يصيح رجال الشرطة فيهم عبر الميكروفونات ليطالبوهم بعدم التجمع والانتظام في الطابور مع الاحتفاظ بمسافات آمنة بينهم. هذا هو الحال في العاصمة الصينية بكين التي عاد إليها فيروس كورونا، وفقا لصحيفة الجارديان والتي عنونت: قلق في بكين بينما يوجه المسؤولون تفشيا جديدا لكورونا. تفيد الصحيفة: الصين وبعد أشهر من المديح إثر تغلبها على الوباء وتقديم المعونات والخبرات للدول الأخرى، تواجه الآن موجة تفشي ثانية في أسوأ مكان ممكن بالنسبة للحكومة، وهو العاصمة بكين. وتنقل الصحيفة عن زو شون المتخصص في الشؤون الصحية الصينية إشارته إلى أن المشكلة لا تكمن في أن بكين هي العاصمة والمركز الرئيس للنظام السياسي، لكن في رواية النظام التي ركزت على أن البلاد نجحت في التغلب على الوباء بسبب جهود وخطط الحزب، وبالتالي فإن عودة الوباء مرة أخرى تشكك في هذه الرواية. وتضيف أن المسؤولين يقولون أنهم يسعون بكل جدية إلى تحديد مصدر العدوى، لأنه دون ذلك لا يمكن إيقافه، موضحة أن مصدر التفشي الجديد هو سوق سمك السلمون المغلف الذي تستورده البلاد من أوروبا. اجتياح بعد الجائحة، تحت هذا العنوان كتب عبد الحليم قنديل مقاله المنشور في القدس العربي، وقال الكاتب: لعله التاريخ الذي يكتب من جديد وتتحطم مسلماته التي سادت قرونا واستبدت، فلم يعد الغرب عنوانا وحيدا للقوة الكاسحة، ولا عادت أمريكا قطب العالم الوحيد، ولا عادت رأسماليتها المتوحشة وصفة مغرية، ولا عادت ديمقراطيتها الموبوءة بنوازع طبقية وعنصرية قاتلة كذلك، فقد صنعت عوالم الخراب المادي والروحي، ثم عاد الخراب ينهش في جسدها ذاته ويزيل فوائض الجمال المصنوع بمساحيق هوليود. فقد انتهت ديكتاتورية الأمريكا والمثال الأمريكي الأعلى، وقد يدفعها فوات الفرص إلى إشعال حرائق وحروب تجارية وعسكرية، وإلى فرد ما تبقى من تفوق عضلاتها الحربية، وإلى التحول إلى مخزن سلاح مكدس تصدره إلى نواحي البؤس وإلى منطقتنا المنكوبة بالذات. لكنها، أي أمريكا، لم تعد موردا لإلهام ولا محطا لأبصار تترامى وتنجذب، فقد انتهى القرن الأمريكي قبل أن يكتمل، وصارت أمريكا مجرد قوة عظمى تخف موازينها، ولم تعد تلك القوة العظمى المتفردة المنفردة بألف ولام التعريف اللغوي والتاريخي، وصارت في حكم أمنا الغولة للأم الرؤوم. ولا بد أن اجتياح الأفكار ومعها اجتياح الاقتصاد والسياسات بعد جائحة كورونا المذاعة بالصوت والصورة
على مدى شهور منهكة ثقيلة، لابد أن ذلك كله سوف يجعل منطقتنا العربية بالذات في مهب ريحه، فقد كانت دنيا العرب ومعها غالب أفريقيا هي الغائبة على نحو شبه كلي عن تحولات العالم لخمسة عقود مضت، وإلى حد تحولها إلى ما يشبه حدائق الديناصورات، ونظن أنها لن تبقى كذلك بعد اجتياحات الجائحة وانكشافاتها. تخطط شركة ناشئة جديدة لإرسال السياح إلى آفاق جديدة من خلال نقلهم إلى 10,000 قدم داخل طبقات الاستراتوسفير في كبسولة مضغوطة متصلة ببالون ضخم. وعنونا موقع روسيا اليوم: رحلات سياحية إلى الغلاف الجوي الأرضي ب 125,000 دولار. وتستغرق الرحلة صعودا ساعتين إلى الغلاف الجوي على ارتفاع 10,000 قدم، ما يعادل 3,000 متر، حيث ستمر فوق المحيط الأطلسي لمدة ساعتين إضافيتين. ومن المقرر أن تبدأ الرحلات التجريبية غير المأهولة في أوائل عام 2021، وتأمل الشركة في بيع التذاكر بدءا من عام 2024، وقد تكلف نحو 125,000 دولار. بعد معركة قضائية طويلة خاضها الديك الفرنسي موريس ضد جيرانه الذين اشتكوا من صوته، توفي الديك ولم يفضل أصحابه الإعلان عن هذه الوفاة إلا في وقت متأخر. قالت صاحبة الديك أنها أخرت الإعلان عن الخبر لأن الناس كان لديهم مشاكل مع الإغلاق، وقالت البي بي سي: الإعلان عن وفاة أشهر ديك في فرنسا، وحظي الديك بدعم دولي بل كان رمزا لحملات حماية أصوات الريف الفرنسي بعد أن أصبح محور نزاع قضائي بشأن التلوث الضوضائي. وأصدرت محكمة في عام 2019 حكما لصالح موريس الذي نفق وعمره 6 سنوات وعاش بقية أيامه في منزله الواقع في جزيرة أوليرو جنوب غربي فرنسا. بدأت مشاكل موريس عندما اتهم زوجان متقاعدان يمتلكان منزلا يستخدماه في العطلات في أوليرو الطائر بأنه يزعجهما، وأصبح موريس مشهورا في فرنسا وحصل التماس لإنقاذه على عشرات الآلاف من التوقيعات، وكان يستعين على أصحاب الديك الانتقال لمسكن آخر أو إسكات صياحه بطريقة ما، إذ حكم القاضي ضده بيد أنه في سبتمبر الماضي حكم القاضي لصالح الديك موريس وأمر المدعين بدفع تعويض قدره 1,000 يورو. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الجارديان البريطانية، وفيه رصد لأهم الأحداث التي شهدها العالم أمس. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. إذن مشاهدينا، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم في حلقة قادمة. في أمان الله.